يلا يا ابو حميد، اذا الصورة واضحة والكلام واضح عندك خلينا نبدأ. لو في أي زول متابع ممكن يأكد لنا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أحمد السير هاشم، جيت الليلة تاني طبعا لأنه امبارح كانت حصلت لنا تكنيكال بروبلم في الموضوع بتاع إنه أنا المفروض أتكلم عن الجاسترنتولوجي تريننج وكيف تلقى بوست. حصلت كمية من التكنيكال بروبلمز which كلها كانت من جهتي أنا، اس جي دي اي ما عندها أي دخل في الحكاية دي، وإن شاء الله الليلة ما تحصل نفس المشكلة، وإن شاء الله نتقضي نص ساعة أو 40 دقيقة عن الجاسترولوجي. الفيديو ده تبع SGDA، Sudanese Junior Doctor Association in the UK، وهو في ال Career Guidance Project، وأنا هتكلم عن الجاسترولوجي، ولو في أي أسئلة هقولها في النهاية، وعشان التكنيكال بروبلمز اللي حصلت دي احتمال يكونوا ما في ناس متابعين ولا او في ناس اقل متابعين، انا هاخد الايميل بتاعي في النهايه، واي زول ممكن يرسل لي عن طريق الفيسبوك اتس اوكي، انا ما عندي اي مشكله. فهيكون في جزء من اعاده للكلام اللي اتقال امبارح في بدايته لما قبل ما يحصل الخط يقطع او التسجيل يقطع. طيب، الجاسترينتولوجي هي السبيشالتي اللي هي ديلز وذ الجاسترينتستينال سيستم والهيباتولوجي والاندوسكوبي، وهي واحدة من السبيشالتيز الكبيرة في الجنرال ميديسن، والكومبيتيشن فيها ريلاتيفلي عالية، لكن طبعا معظم السبيشالتيز حاسة في UK بقت فاتحة، وبقت الحكاية بتاعت انك تلقى فيها بوست حكاية سهلة، مجرد انك تعرف انت المفروض تعمل شنو بالضبط، وتكون عندك الاليجيبيليتي والبيرسون سبيسيفيكيشنز المطلوبة. بالنسبة للجاسترينترولوجي في UK هو تريننج 5 سنين، بيبدأ من ST3 ل ST7، والتريننج معاه جنرال ميديسن، ودي حاجة مهمة جدا تعرفها في الابليكيشن فورم، وحتى لما تمشي الانترفيوز تعرف انه انت الجاسترينترولوجي زي سبيشالتيز كثيرة تانية معاه جنرال ميديسن، يعني ممكن يزعلوك من الحكاية دي، ولازم تكون عندك إجابة واضحة لأنك انت عارف الحكاية دي، وبرضه جزء من التريننج بتاعك انك هتعمل جنرال ميديسن، هتعمل ديوتيز، هتعمل اون كولز، نبطشيات في الجنرال ميديسن. كجاسترينتولوجيست، السؤال الأول يعني هو انت ليه ده تعمل جاسترينتولوجي؟ والجاسترينتولوجي طبعا من السبيشالتيز اللي فيها فاريابيليتي ذات من ناحية السيستمز اللي انفولد والباثولوجي اللي انفولد، ودي حاجة بتخلي الزول طبعا يكون يعني يقدر يعني يتعامل، يكون عنده خيارات كثيرة في السبيشالتي. فأنت عندك الأبر جي أي سيستم، عندك اللور جي أي سيستم، وحتى عندك الهيباتولوجي، هيباتوبيليري سيستم، دي حاجة مختلفة، كل حاجة من الحاجات دي عندها سيستم يعني باثولوجي مختلف، ودي حاجة ميزة في الجاسترونتولوجي. إذا عينت لباقي السبيشالتيز يعني مثلا الكارديولوجي أنت ديلينج وذ هارت كدني، أنت الرينال أنت ديلينج وذ كدني وكده، لكن في الجاسترونتولوجي في هو فيري فاريد سبيشالتي، الأكتيفيتيز برضه فاريد. ومن الحاجات المهمة طبعا في الجاسترونتولوجي هي إنك أنت بتعمل إندوسكوبي. لما تعمل الاندوسكوبي طبعا هو مانيوال بروسيجر، والناس دايما في الميديسن بتحب البروسيجرز، وهي كاميرا بيست، بتشوف لايف تيشو، بتتعامل معاه، ما بتشوف صور مثلا كومبير للراديولوجي وكده. فاي زول بيشتغل الاندوسكوبي معظم الناس بيستمتعوا بالعمليه بتاعت الاندوسكوبي، فيها immediate outcome، وطبعا في بالنسبه لو انت ممكن في انت you can save lives في الحته بتاعت الجي اي بليدنج، فدي برضه حاجه satisfying.
بالنسبة للجاسترولوجي برضو بيقولوا هنا طبعا عندنا انه اي زول جاسترولوجي كان عبارة عن يعني زول كان بيفكر يعمل سيرجري وقام بيحب الميديسن قرر انه يخش الجاسترولوجي، لانه الجاسترولوجي اقرب سبيشالتي للسيرجري، فيها تيشو كاتنج، فللناس اللي دارين يكون عندهم شوية تيشو كاتنج وسيرجيكال ابروتش للحاجات لكن بيحبوا الميديسن، الجاسترولوجي اقرب سبيشالتي من الناحية دي. الحاجة الثانية عندك الهيباتولوجي، وانا دائما بكون بايس للهيباتولوجي لان انا انترستد في الهيباتولوجي حسب سب سبيشاليزنج في الهيباتولوجي. الهيباتولوجي از يعني بيجي سبيشالتي كبيرة جدا وفيها شغل بتاع الفايرال هيباتايتس دخل، وفي حسه بيجي الهيباتايتس سي تريتابل ديزيز عامل يعني ضجة كبيرة جدا ودخلت قروش كثيرة جدا في الهيباتولوجي، وبقى حتى احنا بالنسبة لنا في التريننج بنلقى اوبورتيونيتيز نسافر نحضر كونفرنسز بطريقة يعني بتكون الحاجة كلها فولي فاندد، يعني انت بتمشي تحضر الكونفرنس وتحضر التقعد وكلها على حساب الاسوسيشنز بتاعت الليفر، ودي للناس اللي بيحبوا طبعا السياحة الطبية زي ما بيقولوا، فدي حاجة جميلة جدا وبتلقى فيه فاندنج لريسيرش. وغير الترانسبلانت ميديسين في الليبر اللي هو طبعا بيغير الحكاية تماما، فانت الترانسبلانتيشن العيان بيكون جايك هو مريض وفي حالة صعبة وانت بتديه ليبر جديدة وبيبرولونج اللايف بتاعته، بيكونوا ناس ذات يانج. فعشان كده الجاسترنتولوجي دايما يعني هو سبيشالتي فيها حاجات كتير انت ممكن تعملها، ودي الميزات حقتها عشان الواحد ما يكون بايس. برضو في حاجات ممكن برضو تخليك ما تفكر في الجاسترنتولوجي، اول حاجه طبعا في ناس يعني عندهم مشكله بتاعت التديل مع الايشوز اوف ذا جاسترنتستاينال سيستم اللي هي الدايريه والفوميتنج، يقول لك والله انا ما بقدر اتعامل مع الحاجات دي، دي برضو حاجه لا انت من الحاجات اللي بتخل يعني تخلي الناس ما يعني ما يفكر في الجاسترنتولوجي. الحاجه الثانيه انه انت بتتعامل مع ناس كتار، يعني بتتعامل مع السيرجنز، بتتعامل مع نيرسز سبيشاليست، بتتعامل مع راديولوجيست، بتتعامل مع ناس في دايتيشنز، بتتعامل مع كميه من الناس في الجاسترنتولوجي، يعني انت بيكون عندك مالتي ديسيبلينري ميتنجز، اجتماعات بيكون دايما في يعني الابروتش بتاع الكيس بيكون مجموعه من الناس مع بعض. اذا انت من النوع اللي بيقدر يواصل في حكايه زي دي اذا الجاسترنتولوجي مالك، لانه حاجه دي بتحصل طوالي اون ديلي بيزس، التعامل مع سبيشالتيز الثانيه بطريقه مباشره. الحاجه الاخيره الاندوسكوبي، يعني بليف ات اور نوت انت اذا الاندوسكوبي ده حاجه كويسه بالنسبه لك، في ناس ما بينفع معاهم الاندوسكوبي، يعني عندهم الهاند اي كوردينيشن ده فيه ايشو وما بينفع معاهم الحكايه دي، والحكايه تنتهي بانهم يخلوا التريننج. انا شفت واحد عمل حصل له الحكايه دي قال ما عجبه الاندوسكوبي وطلع، لكن دي حاجه رير ودي بالعكس هي حاجه تحسب على للجاسترنتولوجي مش عليها. طيب الاستراكشر بتاع الجاسترنتولوجي في يو كي هو 5 سنين زي ما انا قلتها، معاه جنرال ميديسن. قبل ما امشي في تفاصيله انت برضه لازم تعمل امتحان بعد الام ار سي بي اثناء ما انت بتعمل في الجاسترنتولوجي اسمه الاس سي اي او سبيشالتي سيرتيفيكت اكزام. السبيشالتي سيرتيفيكت اكزام ده ام سي كيوز بيزد يعني، لكن في النهايه بيجي من الرويال كوليدج اوف فيزيشنز، ولما تعمله يبقى لك تايتل عندك، يعني تكتب ام ار سي بي يو كي او تكتب جنبه الاس سي اي، فبرضه بيفيدك كتايتل وحاجه كريدنشال يعني بالنسبه لك في الكريدنشالز حقتك. ده دايما بتعمله من السنه الثانيه اللي قدام او الاس تي 5 او السنه الثالثه، السنه الثالثه من الاس تي 5 اللي قدام. اول 3 سنين ليك اللي هي من الاس تي 3 لحد الاس تي 5 بتعمل كور تريننج. الكور تريننج ده يعني انت بتكون شغال جنرال جاسترنتولوجي ومعاك جنرال ميديسن، ما بتشتغل اي حاجه سبيشاليست بالضروره يعني، ولو انه الحكايه دي ما رول انت ممكن تكون في اي سنه من السنين دي تكون الروتيشن حقتك جابتك لمستشفى كبيره تضطر او يعني وضعك يخليك تشتغل في سبيشاليست. لما نقول جنرال جاسترنتولوجي يعني انك انت في الاسبوع هتكون بتشتغل الاندوسكوبي او المناظير حقتك، بيكون عندك لستتين في بدايه الحكايه، ممكن تكون اول تريننج في ليست 3 يكون عندك لسته واحده، لكن المفروض يكون عندك لستتين، بتكون اللسته ذاتها مصغره عشان انت تقدر تو بي تريند فيها. ممكن تبدا التدريب بتاعك مع النيرسز، النيرسز هنا او الممرضات بيعملوا اندوسكوبي برضو. بعد ذلك بتمشي مع الكونسلتنتس كل ما تبقى احسن، ومفروض ايديلي في ال3 سنين دي او السنتين الاوائل انك تخلص الابر جي اي اندوسكوبي او الاو جي ديز، تعمل 200 وتبقى سايند اوف.
تفاصيل الاندوسكوبي دي انا افتكر ما مهمه شديد، لان انت وانس انك تخش التريننج وتعرف تخش كيف، بتعرف بعد ذاك كيف تبي ساين. فالمهم بالنسبه لك انك تخلص الابر جي اي اندوسكوبي، تشتغل الكولونوسكوبي والفلكسيبل سيجمويدوسكوبيز. الشيء المهم برضو تعرف انه الكولونوسكوبي بقى ما مهم تخلصه كله، لانه عارفين الناس بيمشوا يعملوا سب سبيشالتيز، وممكن زول يكون ما داير انه يواصل في الاندوسكوبي as such، فما ضروري تخلص الكولونوسكوبي. ونحكي للبوينت دي بعدين. الحاجه الثانيه اللي بتعملها، بتعمل برضو كلينكس عيادات اوت بيشنت، دائما بيكون عندك عيادتين في الاسبوع، وبتشوف عيانين في العنابر مع الكونسلتنت، تعمل الورد رام بتاعك، او مره تعمل الورد رام بتاعك براك انت ليدنج الناس الاقل منك الجونيورز اس اتش اوز والهاوس اوفيسرز، وبرضه بتشوف ريفيرلز. يعني انت كجاستروانتروجي ريجستار في المستشفيات العاديه، بتشوف مثلا واحد عيان مع ناس القلب او عيان مع ناس الكدني بيقوم او مع تشيست او اي حاجه، بيرسلوا لك يقول لك والله تعال شوفوا لنا عنده والله اب نورمال ليفر فانكشن تيست، ولا عنده ديسفيجيا، تعمل اسسمنت، وكلها بتكون اندر السوبرفيجن بتاع الكونسلتنت، فما في خوف من الحكايه دي، وما بكون عندك مشكله، بتكون سبورتد جدا. فالسنتين الثلاث سنين الاوائل دي اللي انت هتقضيهم في مستشفيات طرفيه او حتى مستشفيات كبيره، لكن هتكون شغال جنرال جاستروانتروجي. لما تيجي للاس تي 6 هتعمل سب سبيشالتي. طيب دي حته مهمه جدا، السب سبيشالتيز في يو كي مختلفه مرات عن الحتت الثانيه، لكن السب سبيشالتيز في يو كي هي اربعه، اللي هي عندك الحاجات الكبيره طبعا هي السب سبيشالتي في الهيباتولوجي، والسب سبيشالتي في الادفانس اندوسكوبي. لما نقول ادفانس اندوسكوبي معناته انك انت بتعمل الابر جي اندوسكوبي واللور جي اللي هي الكولونوسكوبيز. الادفانس تبدا من الاي ار سي بي، وعندك برضو الاندوسكوبيك الترا ساوندز، وبرضو عندك حتى في الكولونوسكوبي والابر جي اندوسكوبي بتبقى الحكايه ادفانس في انك انت الريموفال اوف اللارج بوليبس يوزنج الاي اس دي والاي ام ار، اللي هي دي بروسيجرز من غير ما اخش مع تفاصيلها اشبه لانك انت بتعمل عمليه جراحيه، يعني اللي هي مرات تاخذ بروسيجر تاخذ ساعه ساعه ونص تشيل لايت بوليب، لكن ات سيفز ذا بيشنت انه الهيدك بتاع انه يمشي يعمل له سيرجري. فدي ما حتعملها الا انت اذا عملت ادفانسد اندوسكوبي، ما ضروري تعملها في الخمس سنين حقتك العاديه اذا ما عايز تبقى ادفانسد اندوسكوبيست. السسبشن الثالثه هي النيوتريشن، وهي الحاجه السبيشالتي يعني ما مرغوبه كثير، وهي انك تتعامل مع الناس اللي عندهم ريكوايرنج البارنترال نيوتريشن، او الناس اللي عندهم شورت باول، او الناس اللي عندهم انوركسيا، او الناس اللي عندهم الهايبو فيستيولا. بتتعامل في مراكز معينه بتكون بس ديديكيتد للناس ديل، السبيشالتي فيها بيتر كواليتي اوف لايف، عدد الناس بيكون اللود بيكون اقل. انا احب برضو اقول انه الجاستروانتروجي طبعا من السبيشالتيز اللي فيها بريشر لود عالي جدا في الشغل، يعني انت بتكون في ايمرجنسيز جي اي بليدز وناس عيانين وبيشنتس بتاع الجاستروانتروجي والليفر مخصوص بخصوص فيري سيك يعني، فدي برضو حاجه يعني الناس تكون عارفه عنها. الحاجه الثانيه انه السب سبيشالتي الاخيره هي الانفلاماتوري باول ديزيز، والانفلاماتوري باول ديزيز او الاي بي دي في يو كي هي سب سبيشالتي، مع انها انت بتشوفها كانها هي ديزيز واحد، لكن هي في يو كي البيردن بتاعها يعني في كليمز بتقول انها هي قريبه للبيردن بتاع الاسكيميك هارت ديزيز، لانه ناس الاي بي دي ناس الناس صغار انت عايز تخلي تعالجه مشان يبقوا عندهم يعني يكون ناس افكتيف في المجتمع وكده، فانت بيقعدوا في المستشفى وقت طويل بعد بيعملوا لهم اوبريشنز وكده، فموضوع كبير شويه، وحاسه في البيولوجيكس وفي الكومبايند يعني مانجمنت مع السيرجنز ودايرين الناس تشتغل في الكوميونتي وكده، فبيجت دي سب سبيشالتي براها ومرغوبه شديد برضه الاي بي دي. يعني فعندك الهيباتولوجي، ادفانس اندوسكوبي، نيوتريشن، والاي بي دي. انت دي حاجه مهمه تعرفها، لانك لما تجي للانترفيو لازم يكون عندك انت حددت حته تقدر تمشي عليها عشان تكون عارف انك انت فاهم الحكايه دي لما نجي للموضوع الانترفيو. طيب قبل ما امشي لحته ثانيه، في الهيباتولوجي والنيوتريشن بيجا في انك انت تعمل ابلكيشن لتريننج نمبر جوه التريننج نمبر او التريننج سكيم بتاعك بتاع الجاسترونتولوجي. يعني عشان تبقى هيباتولوجيست تسجل جاسترونتولوجيست اند هيباتولوجيست، انت اصلا في الجي ام سي هتتسجل بالنهايه، عملت امتحان خلصت الخمس سنين عملت الامور كلها، هتتسجل جاسترونتولوجيست وجنرال فيزيشن. لو عايز تسجل جاسترونتولوجيست اند هيباتولوجيست اند جنرال فيزيشن، لازم تعمل ابلكيشن لسنه بتاعت تريننج بتاعت هيباتولوجي براها، بيطلعوا زي 15 بوست،
لان الهيباتولوجي انت محتاج تعمل سنه في ترانسبلانت سنتر، سنه كامله تكون قاعد في ترانسبلانت سنتر، لانه ترانسبلانت ميديسن براهو يعني حكايه، انت ما حتشوفه في المستشفيات الطرفيه والمستشفيات الصغيره او الليفل 2، انت تكون مستشفى ليفل 3، وهي كلها 7 مستشفيات في يو كي عباره عن ترانسبلانت سنترز، اللي هي 2 في لندن المشهورات اللي هو كينجز ورويال فري، بعد ذاك عندك ساوثهامبتون، عندك كامبريدج، عندك ليفربول، عندك ليدز، وعندك كامبريدج انا برضه قلتها. فدي انت دي برضه لما تيجي تعمل ابلكيشن عايز تعمل هيباتولوجي، تعرف انه بعدين لما تيجي تختار الدينري حقتك او الريجن حاول خليك قريب من الحتت دي، ولو انك انت اذا ما في الحتت دي برضه بيرسلوك للحته الاقرب ليك السنتر لو انت عايز هيباتولوجي، والحكايه كلها تيلد على النيدز حقتك، الطب كله ماشي على كده في من ناحيه التريننج. فبتقدم للحاجه دي، ممكن تعمل السبيشالتي حقتك في الاس تي 6 او السنه الرابعه عادي في الهيباتولوجي، لكن لو ما قدمت للسبيشال ابلكيشن ده براهو ما بتبقى جاسترنتولوجي اند هيباتولوجيست، شفت كيف؟ مع انه ممكن تكون بتعمل نفس الحاجه اللي بيعملها زول بيعمل التريننج نمبر في الهيباتولوجي، شغال معاه في نفس المستشفى، لكن لازم يكون الحكايه دي لانها ديديكيتد ومعترف بها في الجي ام سي. فالفيوتشر بتاع انك انت تبقى هيباتولوجيست او تشتغل في النيوتريشن، تقدم للحاجه دي تحطها في بالك انه في تقديم تاني وفي انترفيو تاني اثناء ما انت بتعمل في الجاسترنتولوجي. انفورشنتلي ناس الادفانس اندوسكوبي مع انه اكثر سب سبيشالتي مرغوبه، ما في نوع من ال definitive pathway كده محدد زي الهيباتولوجي، لسه كل واحد لازم يشوف بطريقته انه يعمل الحكايه كيف. وسنه واحده في اس تي 6 زي ما زول بيشوف ده، انت عايز تعمل اي ار سي بي والبوليبس الكبيره دي تشيلها كيف، صعب تعملها في سنه واحده، فمعظم الناس بيضطروا يطلعوا زي ما بيقولوا اوت اوف بروجرام او الاوب او او بي عشان يمشوا يعملوا سنه زياده في بتاعت فيلوشيب حقت اندوسكوبي. يعني بتفتح الفيلوشيب دي ساكت جوب اسمه كلينيكال فيلو سينيور اندوسكوبي، بعد ما تكون عملت البيزك اندوسكوبي بتاعك في الابر جي واللور جي زي ما قلنا، تقدم للجوب دي وتقوم بتكون الجوب عباره عن انت تشتغل اندوسكوبي، تصحى من الصباح تشتغل اندوسكوبي الصباح بالمساء، الصباح بالمساء ممكن يشغلوك معاه كلينيك مره في الورد، لكن بتكون انت غالبيه الوقت شغال اندوسكوبي. فلما تعمل السنه دي مع السنه حقتك بتاعت الاس تي 6 كده انت زدت البروجرام بتاعك لست سنين، لكن كده انت عملت سنتين في الاندوسكوبي. معظم الناس اللي يعملوا ادفانس اندوسكوبي لازم يعملوا الطريقه دي. طبعا ده غير الناس اللي ممكن تخلص وتعمل بعد ما تخلص تعمل بوست سي سي تي، السي سي تي هي سيرتيفيكت اوف كومبليشن اوف تريننج، بعد البوست سي سي تي تقوم تمشي تعمل الفيلوشيبس دي، او حتى تمشي امريكا او كندا عشان تضيف الحكايه دي. ففي اشكاليه في انه التريننج هو ريجيد، فيه فلكسبيليتي لكن انت لازم تلعب فيه على حسب احتياجاتك انت. طيب كل الحياة دي بعد ما تاخد الجوب ما عندك مشكله ثاني، فافتكر انه الحكايه انك تاخد الجوب اول حاجه قبل اي شيء ثاني. طيب انا ما عارف ان انا ماشي بالستركشر صح ولا ما صح، لكن نمشي للابلكيشن اللي هو دي الحاجه المهمه. الابلكيشن فورم اللي هو عن طريق المعلومات الدائره كلها بتكون في الاس تي 3 ريكروتمنت ويب سايت. الاس تي 3 ريكروتمنت ويب سايت هو اللي فيه كل التفاصيل تحت التريننج، وبتمشي سبيشالتي جاسترولوجي بتشوف عدد البوست شنو وعدد الريجنز اللي انت فيها شنو كل واحده فيها كم بوست، وبتشوف الانترفيو ديتس 200، وبتلقى كل المعلومات عن الجاسترولوجي والستركشر. والتقديم عن طريق السيستم اسمه اوريال سيستم، اللي هو ده ويب سايت في oriel.nhs.uk افتكر، وبتلقاه بسهوله وبتقدر تملى الفورم، والفورم هو ستاندرد لكل سبيشالتيز، يعني طريقته واحده فيه كم سكشن افتكر قريب 10 او 11 سكشنز. معظم السكشنز دي عباره عن انك انت الانفورميشن الداتا حقتك، انت منو واسمك وين واسمك منو وساكن وين والديت اوف بيرث بتاعك، وبعد ذاك تكتب الامبلويمنت هيستوري حقتك زي ما عادي. افتكر بتكون في الفيديوز اللي فاتت الحكايه دي اتناقشت كثيره جدا، لكن اهم سكشن بتاعك هو السكشن بتاع الايفيدنس اللي هو ده انت بتحدد عليه السكور او التقييم بتاع الابلكيشن بتاعك، وده الحته اللي انت بتخوض فيها الحاجات الكلينيكال والاكاديميك الريليفنت سبيشالتي حقتك، مقسم بطريقه ثابته تقريبا في كل السنين لها فتره ما اتغيرت، اللي هي فيها الكوميتمنت وفيها البرزنتيشنز اللي عملتها وفيها البابليكيشنز اللي عملتها وفيها البوست جراديويت كواليفيكيشن اذا عملت ماستر ولا حاجه زي دي، وفيها الاوديتس وفيها التيتشنج. انا ما حتكلم عن الاستراكشر بتاع الابلكيشن فورم، انه انا افتكر انه لو فتحته بتلقاه سيلف اكسبلاناتوري، بيكون في ثاني فيديوز ناس اس جي دي اي ما بقصروا عاملين في الحكايه دي، لكن داير اتكلم انت ممكن تعمل شنو قبل ما تمشي تقدم للابلكيشن فورم وعشان تجهز الانترفيو عشان تعمل الحكايه دي، ليه من ناحيه بتاعت الكورسات والكوميتمنت وكده. طيب اول حاجه من ناحيه بتاعت الكورسات هو الاندوسكوبي. الليله انت ما ممكن تمشي اي انترفيو بتاع اندوسكوبي وانت ما عندك اكسبيرينس بتاع جاسترولوجي وانت ما عندك اكسبيرينس في الاندوسكوبي اصلا، دي انت
يعني كل الناس حيكون عندها اكسبيرينس، وانت بالعكس المفروض يكون عندك اكسبيرينس زياده. بتلقى الاشكاليه عندك انت اذا جاي من السودان او جاي من برا، ممكن تكون اشتغلت اندوسكوبي وتجيب ورقه انك انت اشتغلت اندوسكوبي، ودائما في يو كي هنا الناس بيحبوا انك الديتيلد، يعني انك اكسبيرينس. انت كنت حد لو كنت يو لوجد اللي بيسموها البروسيجرز، عملت 50 مثلا، تكون عامله واحده واحده، عيان كان عمره كده انا عملت كده كده، تكون كويس. طيب لو جيت يو كي عندنا مشكله حاسه، ما ممكن تشتغل اندوسكوبي وانت اس اتش او بسهوله، الا تكون عامل ام ار سي بي، والا تكون شغال مع كونسلتنت اولد فاشن قديم جدا ما بخاف يشغلك في الاندوسكوبي، لان الحكايه بقت مونيتور شديد، وبيجي في بوليس بتاع الاندوسكوبي ده ما بخليك تشتغل الاندوسكوبي. نحن كنا محظوظين قبل 3 4 سنين كده، كان الواحد بيخلوك تشتغل وتهبش الاندوسكوبي وتطلع التيوب بره مثلا المنظار وتدخله، وبعد شويه الكونسلتنت بيكتب لك ورقه بتشيلها معاك. لكن دي حاسه بقت حكايه صعبه جدا. فحلك الاساسي هو السيميوليشن كورس، يعني كورس بيكون انت بتجيبوا لك مانيكن عندك المنظار وبتدخله جوه المانيكن او حقيقه انا عملت السيميوليشن كورس ده بيشبه العمليه حقت المنظار الحقيقيه تماما، يعني ما في فرق كتير صراحه يعني. فبتعمل الموديوز حقتك بالاول انك عشان تتعلم الهاند اي كوردينيشن، بتطرشك زي بلالين كده زي كانك بتلعب لك فيديو جيم صراحه، وبعد ذاك بتعمل اللو ابر جي اي وبتعمل اللور جي اي موديولز. انا عملت السيميوليشن كورس كان في رويال فري هوسبيتال، افتكر حتى مش برا يو كي ذاته في سيميوليشن كورسز، و مستشفيات كثيره عندها السيميوليتر ده اللي هو الجهاز بتاع المانيكان اللي انت ممكن تعمل فيه الانذار ده. حتى احنا كنا في كم مستشفيات ما كنا عارفين انه اصلا هو كان قاعد وانت ممكن تشتغل فيه، وتخلي الكونسلتنت بتاعك يكتب لك انك اشتغلت فيه، لكن اذا مشيت كورس بتاع سيميوليشن بشهاده بتكون كده حسنت الموضوع ده. لكن one way or another انت لازم يكون عندك experience في الاندوسكوبي، فما تفرط في الحته دي نهائيا، لانك اول شيء بيشوفوها، ولو شافوها ما ممكن ما يعني انك انت عندك عملت حاجه في الاندوسكوبي ما بيزعلوك، لكن اذا شافوها وما لقوك عندك حاجه في الاندوسكوبي، اول سؤال حيسالك بيقول لك انت عايز جاسترنتولوجي، ده ما هو اساسه هو الاندوسكوبي، انت عرفت كيف انه حينفع معاك الاندوسكوبي، فما حتقدر تجاوز الاجابه دي وبيبوظ عليك الانترفيو كله. طيب عشان تشوف الكوميتمنت حقك نمشي للنقطه الثانيه، يكون عندك ممبرشيب في British Society of Gastroenterology ال BSG، الويب سايت بتاعها bsg.org.uk، ما سهل جدا تلقاه في UK في الويب سايت، او السوسايتي حقت الليبر واللي هي ال BASL، بنسميها احنا بازل ال British Association for the Study of the Liver. البازل 40 جنيه استرليني، وال BSG في حاجه اسمها تيستر ممبرشيب، ارخص حاجه 15 جنيه بس تقضيها السنه كامله، كده انت وريت انك انت متابع في الحكايه دي، ودي حاجه مهمه جدا. اذا انت برا يو كي طبعا ممكن تكون في اي حته في دول الخليج، بيكون عندك السوسايتي حقت جاسترنتولوجي في السودان، السوسايتي حقت الجاسترنتولوجي من انشط السوسايتيز صراحه، في اكتيفيتيز كثيره جدا جدا، كورسات بتعملها وحاجات زي دي، والناس حتى بيجي تمشي برا ريجنال في مصر وفي اثيوبيا وفي كده، انا متابع معاهم. فممكن تكون الحكايه دي بالنسبه لك بتكون محسومه برضه من ناحيه بتاعت الكوميتمنت، لكن احسن مما تيجي يو كي وانت شغال وعايز تقدم تسجل في الاسوسيشنز دي. طيب الويب سايتس تخشها، وفي الاديوكيشن سيكشن في كل ويب سايت، البي اس جي عندها كورسات كثيره جدا، والليفر البازل حقت الليفر عندها كورسات كثيره جدا جدا، لكن انا بقول لك احضر الانيوال ميتنج حق واحد فيهم، يعني نحضر الانيوال ميتنج حق البي اس جي اللي بيكون شهر 6، او الانيوال ميتنج حق البازل اللي بيكون شهر 9. واذا انت عملت الحكايه دي طبعا دي بالنسبه لهم خطوه كبيره جدا جدا، انا كنت ممكن تكون لان الحكايه دي مكلفه اول حاجه، فيها قروش، حق الليفر ارخص، و يعني البي اس جي شويه مكلف 150 لليوم، اذا عايز تقعد الفتره كلها ممكن تكون الثلاث ايام حقت الكونفرنس ممكن تكون 300 جنيه او حاجه زي دي. لكن اذا انت مشيت عملت سيفنج وخشيت الحكايه دي طبعا بتوري انك انت يو بيد عشان تعمل الحكايه دي. ده بجيبك طوالي للحته بتاعت البرزنتيشن، انت اذا عندك حاجه تقدمها حتى اذا بوستر في تكون ضربتها عصفورين، ممكن تضرب كم عصافير بحجر واحد زي ما حجيك انا برضه في الاوضه، تشيل البرزنتيشن بتاعك وتقدمه في الانيوال ميتنج ده، حضرت الانيوال ميتنج وانت ممبر في السوسايتي ومقدم في الميتنج، ما في زول ممكن يتكلم معاك في الكوميتمنت حقتك للجاسترنتولوجي. كورسز ثانيه ممكن تعملها في تيستر داي بتاع البي اس جي، عندهم تيستر داي بيعملوها للناس الدارين يعملوا الجاسترنتولوجي، بقى حاجه مرغوبه وبقى حاجه اساسيه من الحاجات الاساسيه تعملها انت عشان تحضر الكورس ده، وما غالي. في الليفر اسوسيشن اللي هي البازل بتعمل حاجه اسمها سمر سكول، السمر سكول ديزايند للناس اللي في التريننج،
لكن لما الفرص بتكون فيه وبتكون فيها فرص بيدوا الناس اللي قبل ما يخشوا التريننج او الناس الاس اتش اوز ذاتهم. لو انت ممبر في البريتش اسوسيشن فور ذا ستادي اوف ذا ليفر بازل دي ودفعت ال 40 جنيه معظم الاكتيفيتيز حقتها مجانا، يعني انت ممكن تلم لك ثلاثه اربع كورسات تمشي تفتح الايفنتس حقتهم في الويب سايت وتكون عندك ثلاثة أربعة كورسات أنت ممكن تختارهم كلها مجانا، يعني مرة عن الفيرال هيباتيتس، مرة يكون على الترانسبلانتيشن وكده. أنا متابع معاهم طوال، يعني الناس ديل معظم الحاجات اللي بيعملوها بيكونوا سبونسر بالقروش حقت الناس الدراجز حقت الفيرال هيباتيتس دي، وما بيشيلوا منك أي حاجة وبتحضر ساكت، ومرات يكون فيها كمان اكوموديشن تقعد تسكن في الهوتيل وتقعد تاكل وبقهوتك كمان وشاي كمان. فدي حاجة تفكر فيها كويس اللي هي السمر سكول وكده. طيب بالنسبه للبرزنتيشنز انا كده امشي للاوديت، انت هتعمل اوديت طبعا لازم تعمل اوديت لاي زول بيجي في يو كي عم بيعمل اوديت، وممكن حتى اذا انت بره السودان تعمل اوديت، والاوديت تخيل ليه هيتكلموا عنه ويتكلموا عنه هنا. فانت لو عملت الاوديت بعد ذاك ممكن انك انت تكون تقدمه للبي اس جي. البي اس جي كونفرنس بيقبل الاوديتس، في سبيشالتيز ثانيه بتكون الابلكيشنز فيها فيري تاف، الليفر ميتنجز فيري تاف ما بتقبل لك اوديتس، لكن انت اذا عملت اوديت تشيل تقدم للبي اس جي تكون حاجه كويسه. انت شفت انه اللي هو الاوديت ده عباره عن انك انت يكون في مشكله في الكواليتي كنترول او في السيرفيس تصليحها، تعمل سجستشن وتعيد انك تقول والله يا اخي انا بعد الانترفنشن اللي دخلته ده والتدخل اللي عملناه ده والله زدنا عدد الناس اللي بيعملوا الحكايه الفلانيه، عملنا فورم جديد للحكايه دي، السيرفيس الخدمه اتصلحت. لو شلت اوديت البي اس جي انت كده بتكسب كسبه شديده جدا، بتكون حضرت البي اس جي، بتكون عملت الاوديت حقتك، واي ابستراكت بيتقدم في البي اس جي كونفرنس بينزل في الجت، واللي هي واحده من الجيرنز الكبيره جدا في الجاسترنتولوجي، وكده بيجي عندك ابستراكت بابليكيشن. ده بيجي من البابليكيشنز اللي هي صعبه جدا تعملها، لكن اذا اشتغلت في مستشفى كبيره بالمناسبه بيكون في ريسيرش تيم دايما، واذا في ريسيرش تيم انت ممكن تقوم تقعد معاهم تشتغل معاهم شويه في الداتا، ما حتاخد فيرست اوثرشيب لكن ممكن يدخلوك يا خم ثلاثه اربعه في البيبر، واذا البيبر طلعت انت بتكون داخل وعندك بابليكيشن. فدي وان واي ان الناس بيجيبوا بابليكيشنز في يو كي. هنا الكيس ريبورتس دي برضو حاجه الناس بتفكر فيها، انك انت لو شفت لك كيس غريبه انت الكيس ريبورت اذا اصريت انه دي كيس ريبورت وفيها حاجه ليرنينج بوينت كويسه بتتنشر، كلها عبارة عن perseverance أو إنك أنت تصر إنك تمشي مش الجنة اللي هو ما نفعت الثانية الثالثة and so on. أنا قاعد أقول للناس من السودان الرير كيسز والكيسز الغريبة أكتر من في السودان من هنا في يو كي، فأنت ما بتلقى كيس تكتبها أو بتلقى لك كيس عشان إنك تحاول تكتبه وتنشره في 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 مجلة، وممكن تبقى لك بتزيدك البوينتس حقتك كونك تعمل لك ريسيرش وتكون عندك فيرست اوثرشيب دي أثناء أنت شغال، أنليس إنك تمشي تعمل ام دي أو بي اتش دي أو تكون في بروبر ريسيرش بوست قبل ما تقدم ما حتلقى الحكاية دي، فما تركز مع الموضوع ده كتير شديد. حاجة أخيرة داير أقولها من ناحية بتاعت الكوميتمنت، هي في ماستر بتاع جاسترنتولوجي عنده ريبيتيشن عالية جدا سمعة عالية اللي هو في بارتس اند لندن كوين ماري يونيفرسيتي يونيفرسيتي اوف لندن، اللي هو ده من الماسترز المشهورين جدا. اذا انت عندك القروش وحيطلع هيكون غالي وعندك الوقت سنه كامله تكملها في الحكايه دي انت ممكن تعمله، هو سنه. وانا معظم الناس انا ما عملته طبعا، لكن معظم الناس اللي عملوه عنده بيقول عنده فيدباك كتير، وحتى وسط الجاسترونتولوجيست هنا في يو كي والناس اللي حيعملوا لك انترفيو عنده ريبيوتيشن عاليه. فاذا انت ما لاقي جوبز وعايز تشوف تعمل شنو ممكن تعمل الماستر ده، وطبعا في النهايه هي ديجري هتديك بوينت زياده في الابلكيشن فورم بتاعك وهتشوف الكوميتمنت بتاعك. دي بالنسبه للحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تشوف الكوميتمنت. فانا عشان تو سم اب اعمل اندوسكوبي سيميليشن كورس او اشتغل اندوسكوبي لو قدرت في المستشفى واخد ورقه بالحكايه دي، سجل ممبرشيب في البي اس جي او البازل، حاول تحضر الانيوال كونفرنس حقتهم، افتح البي اس جي والبازل ويب سايت وشوف الايفنتس، ومرات في ايفنتس بتكون مجانا تحضرها ساكت، احضر منها بتكون ميني ايفنتس منها الهيباتولوجي سمر سكول مثلا فور اكزامبل، او البي اس جي بيكون عندها ريجنال تيتشنج دايز، يعني مثلا ساوث ايست تيمز بيكون عندنا ريجنال تيتشنج داي ده برضه مجانا تحضره تاخد شهادتك ومن غير تدفع اي حاجه، فسهله جدا. الحاجه الثانيه ممكن تعمل الماستر بتاع بارتس اند لندن. الحاجه الثالثه انك ممكن تشوف الكيس ريبورتس وكده تحاول تشوف تعمل الحكايه دي،
تعمل اوديت. والبوينت الاخير ما قلت انا هي كان موضوع التيتشنج. اذا عملت التيتشنج حاول برضو اعمله في الجاستروانتيرولوجي. البوينت الاساسيه انك انت بدل ما تضيع زمنك بتعمل في حاجات كثيره، اي شيء اعمله خليه تجاه السبيشالتي حقتك اللي هي الجاستروانتيرولوجي. عايز تدرس الميديكال ستودنت درسهم في الجاستروانتيرولوجي. طيب في بوينت انا الناس هيقول لي انت ما قلت لي الحته بتاعت انك انت تشتغل جاسترنتولوجي، يعني انت كاس اتش او اشتغل جاسترنتولوجي. ما يزول بيلقى الفرصه دي، لكن لا يستحسن انك تكون اشتغلت جاسترنتولوجي، لانه بعدين لما تيجي تقول انا عاجبني الجاسترنتولوجي، بيقول لما انا اشتغلت البوست حقتي في رويال لندن هوسبيتال مثلا او في كينج جورج هوسبيتال في الجاسترنتولوجي كنت عاجبني الجاسترنتولوجي عشان كده 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 كده. فانت اس اتش او سواء كان سيرفيس بوست ولا تريننج بوست حاول تشتغل. اذا انت طبعا اخذت سيرفيس بوست حقت جاسترنتولوجي او لات حقت جاسترنتولوجي، انت موضوعك اصلا محسوم في موضوع الكوميتمنت، وبتكون شفت السبيشالتي انسايد اوت، واجوبتك بتكون مرتكزه على اكسبيرينس اكثر من انه على انه يعني انك انت عملت الحاجه دي ولا لا. طيب انا في بوينت كنت عايز اقوله قبل ما امشي لقدام، ايوه انه اتاكد تاني لانه السؤال ده بيتسال، وانا في كم زول اي زول بيسال السؤال بيطلع من الانترفيو بيقول لي اتسال السؤال ده. السبيشالتي دي معاها جنرال ميديسن، ناس بتاع الجاسترولوجي ده بيحبوا يسال السؤال ده، فانت برضو تكون عارف انك لازم تعمل لك شويه كورسات حق الجنرال ميديسن. الرويال كوليدج اوف فيزيشنز عندها حاجه اسمها تيتشين، ده كله ثلاث من اول ثلاث في الشهر بيختاروا سبيشالتي بيعملوا عنها توك من الساعه 7 بالمساء لحد 9 بالمساء. اذا انت في لندن او قريب منها تعال، برضه حاجه مجانا، تاخذ شهادتك معاه قهوه وشاي وبسكويت، تحضر الساعتين ديل وتاخذ شهاده انك حضرت توبيك اباوت ابر جي اي بليد او التوبيك حتى عن الانترستيشال لانج ديزيز. فبيديك برضه جنرال ميديكال يعني سيرتيفيكتس كثيره جدا جدا. لازم تعمل ادفانس لايف سبورت، ده حاجه اسمها بيجت ريكوايرمنت اصلا، تعمل الامباكت او الاليرت. وانا افتكر الشباب هنا بيكونوا يتكلموا في الحكايه دي اللي هي دي كورسز عليها علاقه بالمانجمنت اوف اكيوتلي ايل بيشنت جنرالي. طيب يكون عندك كورس. مرات الرويال كوليدج اوف فيزيشنز برضه بتعمل لها جنرال ميديكال كونفرنسز، لو حضرته برضه ده بيديك بوينتس. برضه حاول برضه ركز على حته انه في جنرال ميديسن في السي في بتاعك ما بس جاسترولوجي. طيب نمشي للانترفيو. الانترفيو 30 دقيقة. قبل ما امشي الانترفيو انت بتقدم تملى الفورم بتاعك بتختار الريجن الدائرة. انا بس داير اقول انه التريننج في يو كي ده از ذا سيم، يعني في اي حتة هيكون واحد، بالذات كمان في الثلاث سنين الاولى اللي انت هتشتغلها في الجنرال جاسترنتولوجي. وانا افتكر انه فطيت الحكايه، ممكن واحد يسالني يقول انت قلنا وصلنا لحد السبيشالتي في السنه اس تي 6 اس تي 7 بترجع تشتغل كور ثاني بيخليك تخلص حاجاتك، لكن انت ممكن تناقش انك تشتغل سب سبيشالتي. طيب ده ما علينا. انت لما تقدم للريجن الحاجه الوحيده المفروض تكون عارفها هي الهيباتولوجي، بفتكر لان الهيباتولوجي في 7 حتت، وعشان تو ماكسمايز الشانس حقتك انك تشتغل في مش الاس تي 6 برضه تشتغل الاس تي 7 حقتك في الهيباتولوجي، شوف الحتت السبعه اللي انا قلت لك بيل ديك، وحاول انك تكون الابلكيشن بتاعك هناك. اذا عايز تعمل اندوسكوبي، عايز تعمل اي بي دي او نيوتريشن كسب سبيشالتي، ما عندك اي مشكله. النيوتريشن برضه المفروض تختار سنترز، غالبيتها هي في لندن او في ليفربول او كذا، لكن ما فرقت كثير الحته حتقدم لها. هتمشي الانترفيو بتاعك، هتقدم البريفرنسز حقتك، وفي تخليه بحس النظام كل مره بيختلف، لكن حاسه حاليا بيجي في 4 حتت بيعملوا فيها الانترفيو بتاع الجاسترولوجي، بيرمنغهام، ليفربول، لندن. انت تختار الحته القريبه لك، وبعد ذاك الرانكينج بتاع الناس بيكون كلها مع بعض. الحكايه طبعا اسهل من انه زمان كان بتقدم لحته واحده وبس، لو حته فيري كومبتيتيف انت ممكن تكون شغال كويس، لكن بلان الحته كومبتيتيف تخسر البوست، في حين الناس في حته ثانيه لا اقل ما بياخدوا باقل من السكور بتاعك. طيب نيجي للانترفيو ثاني، برضو حاجه قبل الانترفيو، الانترفيو اهم حاجه في الموضوع ده كله، يعني ما للجاسترولوجي لاي حاجه ثانيه، مش لانه الانترفيو هو انترفيو، لانه الحاجه الاساسيه انه السكور بتاعك معظمه بيجي من الانترفيو. بعد ما انت عملت الحاجات دي كلها، حضرت وحضرت وكتبت الكلام في الفورم، كله بيمثل 20% فقط في الابلكيشن فورم، 80% هي عباره عن الانترفيو. يعني بيعدلوا التصحيح بتاع الحكايه دي بحيث انه 80% يكون الانترفيو 20% يكون الفورم. يعني انت ما تزعل شديد اذا سكورك في الفورم، الفورم تخليه من 78، اذا سكورك 60 مثلا لما يتقسم على 4 بيبقى 15، اذا زول جايب 40 حيبقى 10، ما في فرق كتير. السكور بتاع الانترفيو من 60 لكن بيضربوه بيبقى 80%، بيعدلوه.
يعني انت تركز في الانترفيو ده تماما، الموضوع ده كله في الانترفيو. ممكن تكون انت عندك سي في قوي جدا، كل الحاجات اللي قلناها دي كلها عملتها، وفي النهاية اذا ما اتكلمت كويس في الانترفيو ممكن تخسر اي حاجة بعدك. فالانترفيو 30 دقيقة مقسم لثلاثة ستيشنز، كل ستيشن 10 دقائق. استراكشن مور اور ليس بيشبه الحاجات التانية لكن فيه شوية اختلاف. الستيشن الأولى هي البورتفوليو والإيفيدنس والكوميتمنت، يعني بيشوفوا الكلام اللي أنت قلته في الأبلكيشن فورم ده صحيح ولا لا. أنت بتديهم الفولدر بتاعك مليان مكتوب فيه الحاجات، السيرتيفيكت حقتك بالطريقة اللي هم دايرينها مكتوبة في الويب سايت، وتجي داخل تديهم الفورم بيقروه، أنت قاعد بره دقيقتين ثلاثة وبيمروا عليه سريع طبعا. عشان كده أنت الحكاية متروكة لك، أنت لما تخش جوه تقول الكلام اللي انت الحاجات الكبيره عندك انت اللي عملتها يعني، لانه هم قد ما ينتبهوا لبعض الحاجات، لكن هم طبعا عارفين بيعانوا لشنو، بيعانوا اذا بيمشي سريع في الحاجات. وبعدك بيزاروك من البورتفوليو بتاعك حاجه عن الستيشن دي بس كنت عايز اوصفها. الستيشن الثانيه عباره عن كلينيكال سيناريو، اللي هو تو كلينيكال سيناريوز، واحد لللومينال واحد للهيباتولوجيا والهيباتوبيليري. 5 دقائق 5 دقائق. بيدوك السيناريوز بره تقراها برضه في الدقيقتين او 5 دقائق ديل، وتجي داخل يقول لك ابدا بالسيناريو الاول، قريته وبدي زاروك عليه وكده. الستيشن الاخير هي ستيشن نحن دايما كناس كسودانيين نحن دايما بيكون عندنا فيها مشكله، انه فيها برزنتيشن، هي ستيشن بتاعت البرزنتيشن سكيلز والكوميونيكيشن. المفروض تقدم حاجه في 5 دقائق اللي هي عباره عن كيس انترستنج، او تقدم نيو حاجه بيقولوا نيو ديفلوبمنت في الجاسترونتولوجي، يعني في النهايه حتشوف لك جيرنال article فيه حاجة interesting، treatment جديدة حق hepatitis C، endoscopic technique جديدة، وتتكلم عنها في 5 دقائق. وال5 دقائق الأخيرة هيسألوك من الكلام اللي قلته أنت، وهيسألوك من حاجات لها علاقة بالcommunication. طيب أنا هبدأ في الحاجات دي شوية شوية، مع إنه ما أقدر أخش في تفاصيل، لأنه أي زول ممكن يتصل عليه إذا خش على الانترفيو، أنا ما عندي أي مشكلة بتكلم معاه في تفاصيله. أنا من زمان بسجل الأسئلة حقت الانترفيو كده، لأنه بفتكر إنه دي من الحاجات المهمة جدا جدا، لكن زي أشوف أنا عندي أنا مكتوبة هنا ولا لا، عشان اوريك ان ستيشن 1 دي بتاعت البورتفوليو. في سبيشالتيز انا شفت من الناس التانيين اللي اتكلموا بيسالوك من انك انت عملت شنو اوديت، عملت شنو برزنتيشن، حضرت شنو. احنا في الجاسترولوجي ما كان عندنا الحكايه دي اب انتل ريسنت، يعني بيسالوك دايما اسئله عامه وانت اللي عليك تدخل الحاجات دي. شفت كيف؟ يعني اول ما تخش هيسالوك تيل اس اباوت يور سيلف ان 5 مينتس او تيل اس اباوت يور سيلف ان 2 مينتس، دقيقتين بس هي. انت مفترض تقول انا والله اشتغلت جاسترنتولوجي لما كنت اس اتش او في المستشفى الفلانيه، وعملت اوت بيشنتس واشتغلت الحاجات دي كلها، وشفت الان بيشنتس واتفرجت على الاندوسكوبي، وحتى كمان عملت سيميوليشن كورس في الاندوسكوبي، وانا حاسه ممبر بتاع البي اس جي، والسنه اللي فاتت حضرت المؤتمر بتاعهم في ليفربول وقدمت فيه الاوديت حقتي اللي انا كان عملتها، اللي هي في انه كيف الواحد يعمل البوليبس حقته، او كيف البوليس يحصلوا لها عملوا لها فولو اب، او كيف ناس الابر جي اي بليد نحسن المانجمنت حقتهم، وانا اساسا عملت الماستر بتاعي في الجاسترو انترولوجي. وانا بتكلم طبعا على سن انت عملت حاجات كثيره، فبوريك انك انت لازم تدخل الحاجات دي كيف. وعندي كيس ريبورت في اتنشرت في الحته الفلانيه عن انترستنج كيس، مثلا كانت في الاندوسكوبيك تكنيك الفلانيه. وانا برضو لاحظ انت لان تدخل الجنرال ميديسن، بشتغل جنرال ميديسن، اشتغلت اكيوت ميديسن وانا اس اتش او، وكنت بشوف عيانين كتار، كنت اتليست بشوف 8 عيانين في التيك الواحد بعمل لهم ادميشنز، وانا عندي الاي ال اس بتاعي وعندي الامباكت كورس بتاعي، عملت حضرتها كده 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 2 مينتس. عشان كده نصيحتي لك انت لازم تقف مع زول، ونحن بنعملها لكن يعني كسودانيين ما بنعمل الحكايه دي، لكن انت لازم تعملها. جيب لك زول شغال معاه واقعد جنبه وقول له انا في دقيقتين هوصف لك انا كجاسترنتولوجي ليه انا داير الجاسترنتولوجي وعملت شنو في الجاسترنتولوجي. طيب انتبه للسؤال، لانه السؤال ممكن يكون تيل اس اباوت يور كلينيكال اكسبيرينس. في حاله زي دي انت ما حتدخل الحياه الاكاديميك، لو قال لك تيل اس اباوت يور سيلف بدي 5 دقائق تتكلم عنها. طيب الاسئله الثانيه اللي ممكن يسالك منها انه يقول لك انت داير جاسترنتولوجي ليه؟ سؤال طبعا في اي سبيشالتي لازم تكون عارف، ودي الحاجه اللي انا قلتها بالاول. الجاسترنتولوجي انه هو سبيشالتي بارد، الباثولوجي كتير، السيستم اللي انت انفولف كتير، ات كيبس يو انترتين، وانت بتكون حاجه ساتيسفاينج، فيو لايف سيفنج بروسيجر اللي هي الاندوسكوبي ان ذا كونتكست اوف جي اي بليد، وانه انك انت فيه تعامل مع الناس التانيين كتار، وانك انت بتحب الحكايه دي. ولو قلت انك انت كنت اثناء ما انت شغال ويتنس اكسبيرينس الحكايه دي، طبعا بيكون احسن، لانه بتكون الاجابه حقتك عليك انت، مش اجابه انك كمان قاري بالقرايه ساكت. يعني انت ما تكون انك كانك انت قاري والله يا اخي انا الجاسترولوجي كده وكده، بتقول انا يعني مثلا اديك انا طريقه انت تقول يعني انا I was interested in gastroenterology since my early postgraduate career when I worked as a gastroenterology SHO in King George Hospital
I was يعني interested in gastroenterology because it's a varied specialty. I quite enjoyed working with my colleagues in surgery and in radiology and doing outpatients clinics, seeing patients with chronic long-term conditions, and also looking after patients who are acutely ill in the wards, liver patients with liver failure and patients with IBD requiring biologics and so on. يعني انت انا بتتكلم عن انا شفت الحاجات كيف مش انه الحاجه هي كده وكده وكده وكده. طيب ده سؤال مهم جدا. في سؤال قبل انا اتسال ليش السؤال ده يعني، وبرضه احنا قلنا اجابته، انت شنو الحاجه الما كويسه في الجاسترونتولوجي؟ السؤال ده اهميته انك انت زي ما بقولوا هنا لما تكون داير تحدد انت داير في سبيشالتي، ما تشتغل بالحاجه الكويسه فيها، اشتغل بانك انت ممكن تستحمل الحاجه الكعبه فيها. شفت كيف؟ افتكر دي نصيحه كويسه جدا، اذا الحاجه الكعبه فيها ما بتقدر تعملها ف ما تعمل. انا كان اجابتي كانت، وحاجه انا قلت لك قبل ما قلتها، انه في الجاسترونتولوجي في الفانكشنال ديسوردرز، يعني في ناس الاي بي اس نعرفهم، اي زول حسب السؤال ده بيقول لك انا عندي اي بي اس او عندي جرثومه او عندي كده، دي كلها فانكشنال ديسوردرز اللي هو ما في حاجه اورجانيك. الواحد عنده دايريا وهو يونج، كل كولونوسكوبي بتعمل له كل الانفستيجيشن ما في شيء. فحكايه فرستريتنج، ودايما الناس اللي بيكون عندهم سايكولوجيكال ديستريس ويكونوا بيجوا كل مره ويشتكوا وانت ليه ما عملت لنا حاجه وكده. والحاجه الثانيه عندك ناس الليفر ديزيز في يو كي هنا كلهم الكوخوليك ليفر ديزيز، ممكن يكونوا ناس صعبين شويه وصعب انك تعمل لهم انترفنشن لانهم they will go back to drink again، يشربوا ثاني، او يكونوا ناس بتاع انجكشنز وكده. ففي حاله زي دي انت تتعامل مع ناس شويه صعبين. افتكر دي لو سالك السؤال ده عندك الحتتين دي، انك تتعامل مع ناس الليفر ديزيز الكوخوليك ليفر ديزيز، والحاجه الثانيه انك انت في حياه فانكشنال في الجاسترونتولوجي ما بتقدر تصل لها حاجه، وفي النهايه بتتعامل مع زول عنده ابدومينال بين ما لاقي له كوز، وكل مره تجي في العياده وبيشتكي وكلام زي ده. طيب في سؤال بيقول لك انك انت، طيب بتفتكر الجاسترونتولوجيست المفروض يكون عند شخصيته كيف؟ ادينا والكلام ده طبعا كله 30 ثانيه لدقيقه، اجابتك المفروض تكون جاهزه جدا جدا. انا افتكر الحياة اللي ممكن تقولها مثلا انه يكون عنده برود شولدرز، لانه حياة ممكن تمشي غلط، شغلك في اندوسكوبي تعمل لك بيرفوريشن لعيان لا قدر الله، او حاجه تمشي غلط عيان تبليد شديد وكده، العيانين في انت بتعمل في بروسيجر في مشاكل، فلازم تكون انك بتقدر تكون يعني انك انت تثق في روحك وتواصل او تشوف تواسك فور هيلب وكده، ودي حاجه مهمه. الشيء الثاني انه يكون بتقدر تتحمل البريشر الشديد في الشغل، وممكن تشوف حياه ثانيه بس تكون عارف السؤال اللي ممكن تسال السؤال. في الاسئله العامه طبعا انك انت حتشوف نفسك how do you see yourself in 10 years، يعني انت في 10 سنين حتكون شنو. في حاله زي دي هو داير يعرفك انت قررت في سب سبيشالتي ولا لا، دي الحته المهمه. يعني انت بتقول له والله انا I see myself gastroenterology working in as a hepatologist، او انا would like to do advances ابقى advanced endoscopist، وتقول له لانه انا حعمل كده 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 كده. في السؤال ده برضه بخش فيه انه ممكن يسالك طيب انت عايز تعمل ريسيرش اصلا انت شغال، والريسيرش طبعا بيتعامل زي القصه اللي قلناها بأوت اوف بروجرام، تجيف مثلا في فتره تطلع تمشي تعمل لك بي ام دي ولا بي اتش دي وتجي راجع. اذا قلت اي لازم تكون عارف الاريا اللي انت عايز تعملها، ما مشكله اذا ما قلت ما عايز اعمل ريسيرش، انا داير اكون اندوسكوبيست ادفانس اندوسكوبي، داير اكون كلينيشن اكثر من اي حاجه ثانيه. لكن اذا قلت اي حيسال يقول لك طيب الريسيرش فكرت في الحته اللي عايز تعمل فيها، نصيحه لازم تكون عارف الحاجه ولازم تكون قاري لك ارتكل عنها. يعني لما تقول انا والله I would like to do to spend some years in doing research on liver fibrosis مثلا، لازم تكون يقول لك زي شنو مثلا، تقول له والله انا interested في مثلا the role of T helper 17 in the kind of degradation of the extracellular matrix، وخلاص ما عنده وقت كثير، هو اصلا كل 10 دقائق هيواصل منك. لكن لو لقاك بتقول بس ساكن انا زول ده اعمل ريسيرش وده اعمل اخترع العالم، ما 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 بينفع الكلام. طيب الجاسترنتولوجي حيبقى كيف لقدام؟ how do you see gastroenterology in 10 years time حيتغير كيف؟ فطبعا بتقول انه بقى ادفانس، حيبقى ادفانس وحتبقى في بروسيجرز جديده. حاليا الناس بقت تستعمل اندوسكوبي للسيرجي العاديه، يعني انت ممكن تعمل بيسموها شنو هي كولوسيستكتومي عن طريق الاندوسكوبي، تجد الاستومك تطلع تشيل الجول بادر تجي رايتك في الاستومك وتطلع ويعملها جاسترنتولوجيست. ممكن تتكلم عنه الليفر حيبقى بعد ترانسبلانتيشن حيتغير الابيديميولوجي، وحيبقى الناس احسن مع الفيرال هيباتيتس تريتمنت، هيباتيتس سي بيجا تريتابل ديزيز. تتكلم انه في الموف تو ذا كوميونتي وكده. انا ممكن الاجوبه دي كلها عندي لها يعني ستراكشر كامل، ممكن الناس اذا زول ماشي انترفيو انا ممكن عادي اتكلم معاه في الموضوع ده ما في مشكله يعني، لكن بحاول اوريك الاسئله الثانيه هتقول ايش. فدي ستيشن 1، حنط امشي لستيشن 3 قبل ما اجي لستيشن 2. قبل ما امشي الحكايه دي مرات بيسالك من الجنرال ميديسن زي ما انا قلت لك في ستيشن 1، بيقول لك انت عملت شنو في الجنرال ميديسن؟ انت
طب ممكن تقول انا خلصت الاي ام ار سي بي واشتغلت لك في ميديسين واشتغلت كده 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 ده، اذا انت ما قلتها ممكن يسالك من الحاجات دي. سؤال اخير مرات بيسالوا لك وما طوالي، لكن ممكن يقول لك تلاس اباوت يور اتشيفمنت يور بيجست اتشيفمنت اوتسايد ميديسين. ده سؤال دايما بالنسبه للناس بيكون غريب، يعني انت عملت شنو اكبر حاجه عملتها بره الميديسين؟ ما بتعرف تقول شنو ذاته، لانه ما بتعرف تقول انك انت والله عملت حاجه. اذا انت زرت تشتغل في تشاريتيز، في الشغل بتاع الروابط زمان في الجامعه وفي كده، اذا انت كنت ليدر في برنامج عملت يوم بتاع مكافحه الايدز ولا كده بتاع دي برضه تكلم عنه. وهو القصه كلها انه داير يعرف الليدر شيب والتيم مانجمنت والكونفليكت ريزوليوشن والبرايورتيزيشن سكيلز حقتك، اللي هي دي الحاجات اللي بتكون في الشغل الجماعي الفولنتري وكده. لكن ممكن اذا لك السؤال ده ففكر انت اذا عملت حاجه كبيره برا الميديسين، غالبا يكون شغل بتاع تشاريتي او كده. وهنا السيشن الثالثه اللي هي بتاعت البرزنتيشن، تقدم كيس او ديفلوبمنت. انا بنصحك تقدم كيس. هنا الانجلش نيتيف سبيكرز بيكون احسن منك، لانه الانجليزي لما تديه مثلا الارتكل بتاع حاجه بينظمها بيرتبها لك، والبرزنتيشن بتاعك بالمناسبه ما في باوربوينت، هتخش تتكلم ساكت، ممكن في ورقه وقلم تكتب كلام وتوريهم تعمل سكتشات، ممكن تعمل الحكايه دي. لكن طبعا كان جو ميسي، اي حاجه فيها حياه لايف كده زي الفيديو بتاعنا بالاول المشي غلط بالاول ده، هتعمل حسابك للحكايات دي وتعود على سنك انك انت هتكون اسمه شنو؟ انك انت حتكون بتتكلم ساكت. انا بقول لك كيس ليه؟ لانه الكيس انك انت عارفه هو ما عارفه. البيبر اللي هتقدمه ممكن الزول اللي قعدت معاه بس تقع، يمكن يكون ذاته انت من غير ما عارف يكون هو اللي كتبه ذاته الارتكل، يعني انت ما تقدر تعرف. فممكن بعدها تمشي في حته صعبه جدا جدا، وممكن انت مشيت ادفانس وعامل فايده تجيب بيبر انترستنج، ممكن يخش معاك في حاجه فيري انترستنج، وتكون او انت في البوسيبيليتي بتاعت انك تكوم اكروس زي ما بقول انك تكوم انك تشوف عايز تعمل فيها انك انت فاهم التكنيك الجديد ده، وانت زول يا دوبك اسيت شو او يا دوبك بادي لا تحقق الجاستمتولوجي، ما بتعرف عن شنو الهيمو سبراي اصلا ولا استعملته قبل كده. فممكن تخش في الخطوره دي، قدم الكيس، انت عارف الكيس وما عارف الكيس الزول اللي بيسال فيك. لو سالك سؤال انت عارف، ما حيقدر يقول لك والله يا اخي البلدز حقتها والله الهيموجلوبين بتاعها ما كان 10 او بتاع الزول ده ما كان، او الرينال فانكشن بتاعته ما كانت امبيرد، فما بيقدر يخش معاك شديد. الحاجه الثانيه جزء من الستيشن دي هو الكوميونيكيشن سكيلز. لما انت تقدم الكيس دايما انا بقول الاستراتيجي انك لما تقدم الكيس خلي يكون فيها كوميونيكيشن اليمنت، يعني قول والله يا اخي لما اتكلمت مع البيشنت طلع انه في الكيس دي مثلا في نهايه تقديمك انه والله لا ما بتاخد الميديكيشن، في كومبلاينس ايشو يعني العيان ما بياخد الميديكيشن لانه ما كان فاهم الحاجه دي، عشان هو بعدين درس لك من حاجه في الكوميونيكيشن بالمناسبه. انت كده زي ما بيقولوا دردكته، هو طوالي هيجيك يسالك من صح انت لما اتكلمت معاه عملت شنو عشان تقنع العيان ده ياخد الميديكيشن ثاني بتاعته ريجولري عشان ما تحصل المشكله اللي حصلت اند سو اون. فقول كيس ودخل فيها كوميونيكيشن اليمنت، كده انت سكت الكيس زي ما عاوز. وبرضه بقول لك قدم الكيس لزول ثاني، لانه نحن في الطب كل زول بيفكر في الطب بطريقته. يعني انا ليلة كان قلت لك كيس كل عندي فيها فهم وزول ثاني، نحن كلنا ترين بطريقه معينه، لكن في الطب دائما كل زول عنده فهم للحاجه معينه. فقدم لي كم زول، نقول لهم اقعدوا قدامي 5 دقائق انا هقدم لكم الكيس حقتي دي. الكيس ما ضروري تكون حاجه يونيك، يعني انت تتكلم عن انه والله تتكلم عن عن الرير كونديشن ولا كده، تتكلم عن حاجه فيها ايديوكيشنال ليسن. ممكن تكون كيس بتاعت انا والله بعرف ناس اخذوا 5 اوت اوف 5 من ستيشن، قدموا كيس بتاعت ابر جي اي بليد من الحياه السمبل البسيطه جدا في في الجاستنتولوجي. يعني ممكن تقول يا اخي اقدم كيف يعني كيس حقت جي اي بليد دي ما يزول العارفه، لكن بس الطريقه اللي دخلوا بيها كانت انترستنج يعني فور وان واي اور انذر. قدمها لزول وخليه يقول له انت ده تزعل شنو، ده تعرف شنو عن الكيس دي عشان كم زول، ولو كانوا كونسلتنت بيكون كويس لانه بيزعلوك من الحياه. وانا بتحصل انه الحاجه اللي سالك منها زول ده بيجي بيزعلك منها زول بتاع الانترفيو، يعني هيقول لك والله يا اخي فعلا انت صحيح انا ده اعرف السي تي سكان قالت شنو او انت ما قلت لي السي تي سكان سواء. طيب الستيشن اللي في النص اللي هي ستيشن 2 هي اللي انت المفروض يعني اذا عندك اكسبيرينس كويسه وقعدت لها ممكن تجيب فيها سكورز عاليه، لان هي كلينيكال سيناريوز يعني اتس اباوت يور كلينيكال ابيليتيز. انا ما بقدر اخش في التفاصيل كلها، حاسس انا وصلت تقريبا قريب 50 دقيقه وممكن اخش مع الناس في تفاصيلها كلها، لكن انا هحاول اشوف اذا الورقه دي بتظهر معدله ممكن تاخد منها سناب شوت. دي تقريبا الكيسز الكومون اللي قاعد تجي في الانترفيوز، تكون عارف الديفرنشال دايجنوزز حقها، تكون عارف المانجمنت حقتها. وانا بقول لك الزول اللي بيسال فيك ده عارفك انت جاي بادي الجاستنتولوجي، انت ما جايبك بروفيسور بتاع جاستنتولوجي، دايرك اجابتك حاجه تكون حاجه بسيطه جدا جدا. يعني انت لو اكيوت ليفر فيلر داير يعرفك بتعرف عن الكينجز كرايتيريا، ما تحفظ تكون حافظها لكن عارف المركز الاساسيه في الدول عنده اكيوت ليفر فيلر.
لو كيس بتاعت جي اي بليد، عارفك انك انت عارف الحاجات الكبيره هي البابتيك اسر ديزيز والفيروسيه البليد، بتعرف تدي التيربريسن، بتعرف تدي الانتيبيوتكس، بتعرف تدي الاوميبرازول او البروتون بومب انهيبيتر للزول عنده، بتعرف تقول للكونسلتنت تعال في زول عنده بليدنج انا داير له اندوسكوبي. طيب تعرف تقرا الريزلتس تكوركت الحاجات الثانيه وكده، يعني تعرف الانفستيجيشن حقت الدائريه وكده. اجوبتك المفروض ما تكون اجوبه بتاعت طالب طب، المفروض تكون اجوبه بتاعت زول كلينيشن، يعني تجاوب بطريقه سليك، ما تجاوب بطريقه والله the causes of diarrhea كده 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 كده. لما مثلا اديك اكزامبل، الجي اي بليد بتجي كتير، الجي اي بليد انت المفروض احنا في المقاس طيب بتفكر في البابتيك ألسر بليدنج ولا بتفكر في الفارسيال بليدنج؟ طيب الحاجات الرير انت تقول لي والله في فيستولا ما بعرف جاستريك فيستولا ولا حاجه دي، ما في لها داعي، تمشي على الحاجات دي. بعد كل سؤالك وات ار ذا ديفرنشال دايجنوز انت بتقول له، لو زول عنده ديسبيبسيا انت الكيس حالي ما حتمشي على السر ديزيز، حاجات بسيطه وتعمل اندوسكوبي تلقى السر، تعالج السر تشوف الاتش بايلوري وكده يعني. لو زول عنده دايريا في يانج، اعمل تكون انت عارف انه الكيس دي ماشي على الاي بي اس، والكيس اللي قلناها اللي بتكون انوينج تحت الزول الصغير عنده دايريا لكن ده اي بي اس ما فيه حاجه، هل حتعمل له كولونوسكوبي وجاك راجع تاني قال لك والله انا ما عالجته وما لقيت حاجه والانفستيجيشن حق الدايريا وكده. اذا الكيس بلدي دايريا غالبا حتمشي على انفلاماتري باول ديزيز اند سو اون. انا خدت لك الكيسز ممكن تاخد منها سناب شوت وممكن تتناقش في وقت تاني. انا كده مريت على الحاجات المهمه في الجاسترونتولوجي، واركز تماما على الانترفيو، 80% من احتماليه انك تاخد الجوب هو الانترفيو. اعمل ريهرسل، في ناس بيحبوا انه عشان يشوفوا صوتهم كيف، انا زول مثلا انا بتكلم سريع عموما، فبحاول اقلل في الانترفيوز الطريقه اللي بتكلم السرعه بتاعتي. تسجل لروحك تسمع وتسمع روحك تاني وتشوف ان الحكايه البيس بتاعك كيف، هل انت بتتردد او كده في الاسئله، اسئله لروحك وتكلم. اذا بتنفع انك تتكلم قدام الناس تمشي لزول تقول له اقعد لي قدامي بس وريني احصل على الحكايه دي كيف وتكون هناك. إذا في أي استفسارات عن الكورسات أو عن التريننج بيكون عامل كيف أو كده، ممكن تتقال حسة حاليا، ممكن تتكتب في البوست تاني أنا برجع له، وممكن تجيني في الفيسبوك بتاعي، وممكن أنا حق أكتب إذا أنا عندي الإيميل بتاعي للناس، ما عندي مشكلة الناس تقوم ترسل لي. هل ظاهر ولا ما ظاهر ما اعرف. احمد سر 37@hotmail.com. ما في اي مشكله، وافتكر التريننج بتلاقي في UK في اي سبيشالتي، ما في اي مشكله. بس انت تعرف انك انت حياتك السي في بتاعك يكون ماشي على سبيشالتي حقتك وتركز على الانترفيو. بعد ما تخش التريننج ما مشكله، كله بتعرف التفاصيل وفي حاجات كثيره ممكن تعملها. في اي اسئله كده انا عاين للكومنتس. في ستيشن 1 current or future issues diseases facing issues facing gastroenterology. السؤال ده طبعا هو السؤال بتاع انه الجاسترونتولوجي هيكون كيف، ف الفيوتشر ايشوز على facing الجاسترونتولوجي قلت لك انك طبعا انه نحن في حاجه مهمه جدا انه الناس دايره تتريت الناس في الكوميونتي قبل ما يجي الهوسبيتال، يعني انك انت الاي بي دي دايرين يكون في نيرسز في الكوميونتي يشوفوا العينين دي قبال ما يدوم ستيرويد اذا محتاجين قبال ما يجوا المستشفى. الناس حتى بتدرب الجي بيز حتى يعملوا اندوسكوبي يخشوا معانا في البيردن بتاع الاندوسكوبي. الكوميونتي سكريننج قبل ما تحصل المشاكل ده كله في يو كي، هنا في حاجه اسمها كوست افكتفنس، سكريننج في الكوميونتي بتقلل التكلفه على القتل، ده من ناحيه بتاعت هيلث ايكونومكس، وده ما في يو كي، حتى في السودان ده المفروض يكون كده لكن الحكايه جايه. يعني انت مفترض انك انت السكريننج في الكوميونتي دايما بيقلل لك البيردن حق الديزيز، حتى في الكارديولوجي اذا العيان بيعرف نفسه عنده انجاينا قبل ما يجيك بهارت اتاك ممكن نعالج اند سو اون. فدي واحده من انه تشفت المانجمنت للكوميونتي، واحده من الحاجات الكبيره. الشيء الثاني اذا الادفانسد اندوسكوبي بيجي زي ما انا بقول لك انه انت ممكن تعمل سيرجري، هل الجاسترونتولوجيست بيقدر تو فيس؟ يعني برضه دي من الحاجات اللي بتقول انك انت it is going to be difficult for the gastroenterologist to cope مع الادفانسمنت الاندوسكوبي، لانك انت يا دوبك دار لك 5 سنين عشان تعمل لك ابر جي او لور جي، خليك دار تعمل اي ار سي بي واندوسكوبيك التراساوند، تجيك كمان النوتس او الاندوسكوبيك سيرجري او البروسيجرز الجديده وكده، فبتبقى الحكايه صعبه على الجاسنتولوجيز. الايشوز الثانيه الجاسنتولوجي لسه في حتت كثيره بيشتغلوا جنرال ميديسن، لكن انت محتاجهم انهم يكونوا اون كول لو حصل دول حصل بليدنج الساعه 2 صباحا. فبرضه بحاجه بيجي فيسنج الناس انه الناس بيجي دايره تمشي كلها على سن يكون في روتا حقت
جي اي بليدنج والجاسترولوجيست يكونوا فيها ويطلعوا من الجنرال ميديسن. بس تكون قاعد انت في بيتك تلاقي لهم كول وحصلت بليدنج تجي على الحكايه دي. الهيباتولوجي برضو بيجت فيه الترانسبلانت ميديسن بيجي كتير، بيجي جروب كبير من العيانين بيجي عندهم ترانسبلانت ليفر. الاوتكمز حقتهم لسه ما اللونج تيرم انت عارف الجزء منها، لكن ما معروف الحاصل شنو وكده. بيجت فيه حاجات لسه تشالنجنج بالنسبه للناس. ومن الحاجات المهمه تقولها في الحته دي انه بالمناسبه الليفر ديزيز مورتاليتي في يو كي اعلى من اي حاجه ثانيه في السبيشالتيز الثانيه، يعني المورتاليتي عاليه جدا من الليفر ديزيز واصلا ما نقصت. فدي تشالنج كبيره جدا بالنسبه للناس، هل الناس تعمل سكريننج للناس في الكوميونتي، تتعالج الفايرال هيباتيتس في الكوميونتي، دي برضه من التشالنجز. دايرين مور سنترز للناس اللي عندهم شورت باوت سيندروم في النيوتريشن، للناس اللي عندهم هاي اوتبوت فيستا دايما بيكونوا كيسز معقده والناس ما سبيشاليست ما بيقدر يتعاملوا معاهم. ودي الاريز عموما. طيب في سؤال تاني، لو زول عنده ام ار سي بي بارت 1 اور سي فول ممبر شيب وعنده 4 سنين تريننج في الميديسن. طيب ايوه سؤال كويس، انا ما عارف، انا طبعا كنت بقول تخليه في الفيديو بتاع امبارح ما مشتغل كويس. هل انت اذا عندك تريننج بتاع ميديسن وعندك مثلا ام ار سي بي وخلصتها، تسجل كانك انت جنرال فيزيشن في الجي ام سي وتقول انا ما ادري جي اي ام، ما ادري جنرال ميديسن؟ طيب انا ما عارف هل الحكايه دي بيحترفوا للحكايه دي للسودان او الخليج ولا لا، لكن اللي عارفه انه الناس، انا بعرف ناس عملوا التريننج بتاع الجنرال ميديسن بتاعهم في المانيا او في يوروب واعتمدوهم. الزول ده كان شغال معايا جاسترنترولوجي ريجسترار، لكن هو فيزيشن مسجل في المانيا وما عمل ام ار سي بي، لكن عمل الحاجه الايكوفلنت الام ار سي بي في المانيا، سجلوه في جي ام سي جاسترنترولوجيست جنرال فيزيشن. ففي حاله زي دي هو محتاج يعمل الجنرال ميديسن، لكن اعتمدوا له الحكايه دي. وفي حاله زي دي انت التريننج بدل ما يبقى 5 سنين بيبقى 4 سنين بس، يعني انت لو ما عايز تعمل الجنرال ميديسن بدل 5 سنين هتعمل 4 سنين، ما حتنقص كتير. لكن ال4 سنين بتاعتك دي هتكون شغال جاسترنتولوجي بس، فهتقدر فعلا التريننج بتاعك بيكون اكتر. لكن هل انت اذا اشتغلت خلصت الجنرال ميديسن بتاعك في السودان او في الخليج، الجي ام سي هيسجلك كفيزيشن ويديك الجي اي ام اكريديتيشن وتكون مسجل عشان تيجي تعمل جاسترنتولوجي بتاعت جي اي ام؟ ما عندي اي فكره. لو في ناس من ناس اس جي دي عنده خبره في الحاجه دي يقول، لكن افتكر ما سهل. لكن من الناس اللي في يوروب قاعدين يحصل لهم. سؤال بالجنب قال الريزيدنت ليبر ماركت تيست لسه بعد البريكزيت. والله يشوف موضوع البريكزيت ده موضوع ذاته، هم ناس البريكزيت الحكومه ذاتها ما عارفه اللي هيحصل شنو، خليه من احنا نعرف اللي حاصل شنو. يعني ما انت اذا طلعت من الريزيدنت ليبر ماركت من البريكزيت، طبعا احتمال كبير انه الناس اللي جزء من الشغل ده انه الناس من يوروب ما عندهم حيكون الرايت ورك زي زمان يعني، فحبقوا زيك زيهم وزيك انت جاي من السودان وجاي من برا يوكي، وحتكون الحكايه دي هناي احتمال كبير. لكن حاسه الحياه حتحصل بعد بريكزيت دي ما معروفه، لكن ممكن تكون ان يور فيفر غالبا انه بيبقوا الكومبيتيشن تبقى معاهم. زمان هم بياخدوا الانجليزي ياخدوا، بعد ذاك هم ياخدوا، بعد ذاك انت تاخد. لكن طبعا بالمناسبه انت اذا اصلا شغال في يوكي في تريننج بوست مثلا اس اتش او سي ام تي ليفل وقدرت تخش الحكايه دي، بعدها بتقدم مع الناس الخواجات عادي جدا، يعني زي حتى زي ما عندك جواز بتقدم زي الناس الثانيين، الحكايه اتغيرت يعني. طيب انا كنت جي اي ام، وافتكر زول سلوى ما قالت جي اي ام دي شنو؟ جنرال ميديسن. يعني انت انا زي ما قلت انت اللي هو الانترنال ميديسن، يعني انت اذا عندك اكريديشن في الانترنال ميديسن من السودان ومن برا انا ما عارف، لكن لو قدرت تسجل في الجي ام سي ابروفد انك انت فيزيشن، ممكن تقصر التريننج بتاعك بالجاسترنتولوجي ل4 سنين تشتغل بيور جاسترنتولوجي. ما بيحبوها الحكايه دي بالمناسبه، لانه في بريشر شديد جدا على الجنرال ميديسن. وبالمناسبه في يو كي شفت الناس السيستم بيلف وبيرجع تاني لنفس الحاجه، رجع تاني لانه الناس بيفتكروا انه بدل ما الناس تبقى سبيشاليست شديد تبقى بالعكس تبقى جنرال فيزيشنز، لانه اللود حق المستشفيات صراحه في بيقول لك في الفلور بتاع الاكيوت ميديسن يعني، عشان كده دارين الناس تعمل جنرال ميديسن. لكن زي ما قلت لك انا زول اشتغل الجنرال ميديسن او الانترنال ميديسن في يوروب اعتمدوا له وقدر يشتغل تريننج 4 سنين بدل 5 سنين. افتكر ما في اسئله ثانيه هتكون، او انا ممكن انتظر اسئله ثانيه، انا ما اعرف الحكايه دي، انتظر لحد 200 لانه انا ممكن خليت الناس تخليت اقول
ترسل لي وانا اقدر اجاوب على الحكايه دي. والحمد لله انه الفيديو ده الليله مشكور احمد كرار على انه وقف تكنيكلي معاي في الموضوع ده عشان ننتهي الفيديو بتاع الجاستمنتولوجي ده بعد المشاكل اللي حصلت امبارح. واذا فيزر عنده اي اسئله اتصل عليه في الفيسبوك او بالايميل وانا هقفل بعد ده. وشكرا جزيلا لكم، ونتمنى لعيزول ده يقدم جاسترنتولوجي يتوفق. وزول ده الهيباتولوجي بالذات نسبة الانترست بتاعي انا بكون مبسوط جدا، لانه نحن دايرين جروب من الناس يعملوا هيباتولوجي باعتبار ان السودان محتاج هيباتولوجي شديد، وفي بلانز ان الناس تعمل ترانسبلانت سنتر في السودان بليف ات اور نوت، لكن طبعا هتاخد وقت فمحتاجين هيباتولوجيست. شكرا جزيلا، السلام عليكم.